تقدم عدد كبير من الشباب في محافظة أسيوط بأوراقهم للانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكيان شباب مصر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتدريب الكوادر الشبابية والتأكيد على أهمية مشاركة الشباب في العمل التطوعي وتأهيلهم للمشاركة في العمل العام ضمن مبادرة التطوع مسؤولية وطنية. كما عقد المتقدمون المقابلات الشخصية عقب تقديم أوراقهم. النهارده موجودين في محافظة أسيوط عشان نعمل المقابلات المباشرة مع المتطوعين بعد إطلاق مبادرة التطوع مسؤولية وطنية، واحنا النهارده ما عندناش أي حاجة، ما فيش مواصفات معينة بنطلبها من المتطوعين أو ما بنعملش الانترفيو عشان نرفض أو نقبل حد. احنا بنشوف المكان اللي هينفع المتطوع يبقى موجود فيه ونوظفه كويس فيه. احنا النهارده جينا محافظه اسيوط، لقينا اعداد كبيره وان شاء الله نقدر نعمل معاهم المقابلات الشخصيه وينضموا لينا للتطوع. نزلت النهارده بالفعل اول يوم تطوع ليا في تنظيم انترفيوهات في اسيوط، يعني التيم بتاع جامعه بتاع محافظه اسيوط، فانا يعتبر النهارده اول يوم ليا كمتطوع معاهم في الكيان. انا النهارده جايه متطوعه ان شاء الله في التحالف، لان انا شايفه حاجه كويسه جدا ان هي كطالبه، وان هو التطوع بيساعدني وبيفيد بلدي اكيد، وانا سعيده جدا ان انا جيت هنا وان انا ان شاء الله باذن الله هفيد بلدي وهستفيد من كل الخدمات اللي بيقدمها التطوع ليا.